نفتح سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معاكم عمرو الليثي. في بداية حلقتنا عاوز أقول لكم على حقيقة مهمة جدا. أول الصبر تسليم، تسليم إن مش كل خطة بنحطها لازم تتحقق، ولا كل حاجة تخيلنا نعيشها هتحصل. تسليم بإن كل الأمور بيد الله، تسليم بإن بكرة محدش عارف ممكن يحصل فيه إيه. عشان كده عيش اللحظة وتوكل على الله، عيش بكل ما تملك وقدم كل اللي تقدر تقدمه. جرب وحط طوبة على طوبة عشان تبني أحلامك وأهدافك وطموحاتك. مش كلام والله، أنا بقول لكم فعل حقيقة. اسأل مجرب، بس لازم تسلم ان مهمتك الاولى والاخيرة هي الايه؟ انك تسعى. اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك. اوعى تستنى نتائج محددة، عشان لو اختلفت النتائج اللي هتحصل عن النتائج اللي انت تخيلتها ما تتعبش. اوعى تحزن على اللي فات او تقلق من اللي جاي. اللي فات مش هنقدر نرجعه او نعدله او نغيره، واللي جاي مش هنقدر نفهمه او نخاف منه لاننا ما نعرفوش. يبقى نعمل ايه؟ قلتوا لي نعمل ايه؟ نرضى باللي ربنا قسمه، نرضى بالمكتوب، نرضى باللي ربنا كتبه لنا من رزق وخير، او حتى لحظه الم وحزن بيختبر فيها صبرنا وقوه ايماننا. السعاده مش مستحيله، لكن سهله وبسيطه. لو عايزيني الخصها لكم في كلمه واحده اقول لكم: السعاده في التسليم لله سبحانه وتعالى. سلم، تسلم، وتأمن، وتهدأ، وتسعد، ويطمئن قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب طمن قلوبنا جميعا. نطلع لفاصل يلا ونرجع عشان ناخد مكالماتكم. شايف المكالمات كتيرة النهاردة، ومعاكم عمرو الليثي برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر. نفتح سوا ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليثي. معانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان. كلمني يا فندم عن مبادره اكفل واستر وجوز اللي اطلقتها جمعيه الاورمان لدعم الفتيات اليتيمات. استاذ عمرو السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ ودايما دايما انا بقول له بقدم برنامج الجميل، ان ده برنامج الخير، ده شعاع الخير، ده شمس الخير واحساسك الجميل بالخير. بنقول فتاة يتيمة، طب ديت على جواز مكتوب كتابها، يساعدها بإيه؟ أسطر هذه الفتاة، أسطر هذا الزواج. تعالى معانا نتعاون سوا، نجيب ليها كل شيء، نديها شيء بعشرين ألف جنيه يا أستاذ عمرو. نقول لها هاتي الأجهزة الكهربائية، هاتي مراتب، هاتي اللي أنت عاوزاه، هاتي ناقصك إيه. أنا بساعد الفتاة اليتيمة ديت، وأول من كده بساعد الأرملة، الأرملة اللي ربتها، الله يكون في عونها. احنا مع السيدات في كل مكان، او المطلقة، عندنا واعي الارملة مطلقة مهجورة كلهم في الارمان في اعيننا وقلوبنا. والله يا فندم يعني زواج اليتيمات ده شيء جميل جدا، والزواج الجماعي شيء جميل جدا، وان شاء الله كل يعني ان شاء الله في اسيوط هيبقى في زواج جماعي، في المنطقة الشمالية في زواج جماعي، في اسكندرية كان في زواج، في كل مكان في ارض مصر، في كل مكان في ارض مصر. واحنا ندعو سيادتك، لأن سيادتك أولا الدال على الخير، أولا أنت رجل الخير يا دكتور عمرو. بندعو سيادتك إن شاء الله في أول زواج جماعي في أي منطقة تحضر، وحدك بتحب تحضر دايما دايما حفلات الخير والإحساس بالخير لكل أرض مصر الجميلة. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان. أبواب الخير دايما بالحب. مع القريبين الغاليين في حاجة اسمها إيه؟ حرمة الزعل. وأول قوانينها إنه ما ينفعش فلان يبات زعلان أو قلبه شايل أو دمعته على خده، وما يقدرش على تطيب الخواطر غير القلوب الحنينة النقية اللي بتعرف تعدي الموقف، القلوب اللي بتراعي العشرة ومش بتنسى مواقف الجدعانة الحلوة. طيبوا خواطر بعض، راحوا لعشرة، ما تخلوش لحظة كده تنسيكم إنكم بني أدمين جواكم محبة وحنان. في وقت الزعل امسحوا بأستيكة أي لحظة حزن تكونوا أنتم السبب فيها. والله الحياة قصيرة ومش مستاهلة خصام وزعل وفراق. تعالوا ناخد أول مكالمة جات لنا النهاردة.
مساء الخير، ازيك يا دكتور عمرو؟ انا نفسي ان حضرتك تكلمني وتسمع رسالتي. مع حضرتك منى احمد. فانا عارفه ان حضرتك بتساعد ناس كتيره وبتعمل خير كتير، فياريت حضرتك تساعدني ضروري، تكلمني ضروري. فانا بكون حضرتك مشكور جدا، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. زي ما سمعنا المكالمه من منى احمد، ياريت نتصل بيها. الو، السلام عليكم، اكلم الاستاذه منى. مين معايا؟ انا عمرو الليسي من ابواب الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، التليفون نور والله. كان نفسي اتواصل بحضرتك من زمان. ازيك وازاي صحتك؟ احنا لسه حالا كنا سامعين رساله حضرتك. يقول النباح، سبت لنا رساله ليه وطلباتك ايه؟ طالب يا فندم ان انا بس محتاجه عربيه اكلات متنقله، ان انا اعمل عليها مشروع كبده مثلا، اقول بيها يعني اعول بيها والدتي المريضه وكده، ولاني برضو محتاجه بقى اجهز نفسي انا واختي. قولي لي يا منى، ايه مشاكلك بقى كلها؟ والله يا فندم هي الظروف، انا عندي والدتي مريضه عندها عجز، ومحتاجه انا برضو يعني بجهز. المفروض ان انا ما كنت مخطوبه وعايزه محتاجه اجهز وكده، ما عرفتش ان انا اقدر اجهز نفسي وكده، وظروفنا صعبه جدا يعني. الحمد لله على كل حال، والدتي مريضه يعني بتعاني من عده امراض يعني، الحمد لله على كل حال. الوالده مريضه الف سلامه، عندها ايه؟ عندها فندم عندها عجز، عندها كسر بالفقرات، وعندها جلطه وسكر، وعندها رجلها دخلت في بدايه غرغرينه وكده. الحمد لله. الوالد توفى امتى وكان عيان بايه؟ يعني سنه 2000 كده فندم، كانسر، كان عنده كانسر وكسر برضه، ركب مسامير وشرايح، وتعب جدا يا فندم برضه، كان بدون عمل برضه لانه كان كبير في السن ومريض الحمد لله يعني. وليه منا انتي بتدفعي ايجار قد ايه؟ عايشين شقة ايجار جديد بندفع 500 جنيه في الشهر، بخلاف الكهرباء والغاز والمية وعلاج، مصاريف علاج والدتي ومصاريف علاجها، العلاج الطبيعي ده، ويعني بخلاف اعباء الحياة اللي احنا فيها دي. عندك اخوات؟ اه والله يا دكتور عمرو عندي 4 اخوات، وبتمنى من ربنا ان حضرتك تساعدنا يعني في الموضوع ده. طيب يا منى، ربنا معاكي ويقويك ان شاء الله باذن الله. انا كمان بهديكي هديه من البرنامج عباره عن عربيه كبده عشان تقدري تشتغلي عليها وتصرفي، وربنا يا رب يسترك ويجبر بخاطرك يا منى، ويسمعنا عنك كل خير. يا ريت ربنا يبارك لك يا دكتور عمرو ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. يعني حضرتك مش متخيله يعني المشروع ده هيعولنا قد ايه، وهنقدر ان احنا نعول بيه نفسنا يعني، ربنا يبارك لك يعني اللي انت هتعمله معانا. احنا مستمرين في تقديم كل الخدمات للساده مستمعي برنامج ابواب الخير، كل الخدمات. نقدم السنه دي اطراف صناعيه، بنقدم السنه دي مشروعات صغيره، بقاله زي ما شفنا مع منا دلوقتي، فرن، اللي انتوا عاوزينه. احنا عايزينكم، او عايزين بمعنى اصح نخدمكم، ونكون تحت امركم، ونكون خدامين ليكم، عشان ده بنسميه مع ربنا سبحانه وتعالى التجاره مع الله. احنا بنتاجر معاكم وانتم بتتاجروا مع غيركم، وكلنا بنتاجر مع بعض، وباذن الله يبقى كلنا مرضيين ومجبورين الخاطر يا رب ان شاء الله. ابواب الخير دايما بالحب. معنا على التليفون الاستاذ محمد امام، مدير فرع الدقي للمعاملات الاسلاميه بين قناه السويس، في اطار حرص بين قناه السويس على تقديم حلول مصرفيه متنوعه لتلبيه احتياجات كافه العملاء، وفي نفس الوقت اهتمام بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. عايزين نعرف أكثر عن صكوك شهادة ميسرة اللي بيقدمها البنك بعائد ربح تنافسي يصل إلى 27%. تحياتي لحضرتك يا دكتور عمرو وللسادة المستمعين الأفاضل. زي ما سبق ونويت في المداخلة سابقة مع حضرتك، إن بنك قناة السويس بدأ بالفعل من فترة في تطوير منتجاته الإسلامية واللي بتتماشى مع احكام ومبادئ الشريعه الاسلاميه، وده نتج عنه حزمه من المنتجات العصريه والتنافسيه اللي بترضي جميع عملاء بنك قناه السويس والعملاء الجدد اللي حابين يتعاملوا مع البنك بمنتجات متوافقه مع الشريعه الاسلاميه. ومن اهم المنتجات دي اللي عملت صدى كبير جدا هي صكوك شهادات ميسره بالجنيه المصري. الشهادات دي بتعمل بصيغه الوكاله بالاستثمار، ومده شهاده 3 سنين، العميل يقدر يشتريها بمضاعفات ال 1000 جنيه وبحد ادنى 10000 جنيه. العائد المتوقع على الشهاده دي حوالي 27% سنوي يصرف بصورة شهرية، أو 26% سنوي يصرف بصفة يومية. ودي الحاجة الجديدة والمميزة في صكوك شهادات ميسرة من بنك قناة السويس للمعاملات الإسلامية. الشهادة ممكن تسترد بعد 6 شهور بس من تاريخ الشراء، وممكن تقديم طلب الشراء من خلال أي من 52 فرع من فروع بنك قناة السويس المنتشرة في جميع محافظات وأنحاء الجمهورية،
وبيتم ربطها من خلال فرع الدقي للمعاملات الإسلامية. بشكر جدا الأستاذ محمد دمام مدير فرع الدقي للمعاملات الإسلامية بقناة السويس. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليس. نفتح سوا أبواب الخير. نفتح سوا أبواب الخير. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. ودلوقتي بقى وصلنا لفقرة المفاجآت، ومستني كل بقى اتصالاتكم وتسجيلاتكم عشان نحقق احلامكم. انتوا زي ما انتوا عارفين الفقره دي بنحقق فيها الامنيات ايا كان استطاعتنا وربنا يقدرنا. تعالوا نشوف بقى مين صاحب او صاحبه الحظ السعيد في هذه الفقره. انا اسمي يسرى محمد من محافظه البحيره مركز رشيد، ونفسي ان حضرتك تسمع رسالتي استاذ عمرو وتساعدوني. زي ما سمعنا صاحبه الحظ السعيد في فقره المفاجآت النهارده الأستاذة يسرى محمد، تعالوا نكلمها. ألو. السلام عليكم، أكلم الأستاذة يسرى محمد؟ أيوة. مين؟ أنا عمرو الليسي من برنامج أبواب الخير على راديو مصر. أيوة يا دكتور عمرو، أنا مش مصدق أن حضرتك بتكلمني والله. والله أنا عمرو الليسي. إزاي حضرتك؟ كل سنة وأنت طيبة بمناسبة العيد الكبير، ربنا يجعله عيد مبارك عليكم إن شاء الله. أنا بعت لحضرتك الرسالة وكنت بتمنى تكون تسمعها. حضرتك كنت بعت لنا رسالة وإحنا سمعناها دلوقتي، ودي فقرة المفاجآت بنحقق فيها كل الأمنيات. قولي لي بقى طلباتك إيه وأنا تحت أمرك. كان طلبي فيها انكم تساعدوا ابني في عملياته، وكان مولود عنده شفة أرنبية وعنده سقف البق مش موجود، وسألت على العمليات قالوا لي 3 مراحل، محتاج 3 مراحل عمليات، والمرحلة الواحدة ب50,000. 150,000 انا ما اقدرش عليهم، تكلفتهم عالية قوي وانا مش عارفة اتصرف ازاي، فقلت حضرتك تساعدني يا ريت. طب قولي لي ايه التعب اللي عند ابنك؟ عنده شفة أرنبية وما عندوش سقف حلق، وهو أصلا كان مولود مع أخواته توأم ومولودين في الثامن، فقعد في الحضانة كتير وكان بيرضع بخرطوم، وكل الحاجات دي هو بيعاني منها، وأنا نفسي أشوفه كويس زي أخواته، ونفسي إن هو يكون طبيعي زي بقية الولاد، لأن في فرق وما بيعرفش يرضع ما بيعرفش يأكل، مش عارف إن حياته تمشي طبيعية، ما فيش الحاجات دي، وكل ده مؤثر على صحته، وانا نفسي اعمل العمليات المطلوبه منه دي، وتكلفتها غاليه جدا عليا، ما نقدرش عليها. على 150,000 كتير قوي، وجوزي على قد حاله. جوزك شغال ايه؟ جوزي بيشتغل فران، على باب الله، هو اليوم بيومه كده. معاكي اولاد قد ايه يا مدام يسرى؟ معايا ولد وبنت كمان توأمه، هما الثلاثه توأم، وانا مش عايزاه يكبر ويحس ان في فرق بينه وبين اخواته، نفسي اشوفه زيهم واشوفه طبيعي زيهم، اعرف اكله واعرف اخرج بيه. الناس بتساعد، ناس بتخاف من شكله، ودي حاجه موجعاني جدا والله يا استاذ عمرو، نفسي ان انا اشوفه طبيعي. وحضرتك يا رب والنبي تساعدني في العمليات دي، لان تكلفتها كبيره قوي عليا. عندك معاش شهري؟ لا، ما بنقبضش اي معاش، عندناش. مدام يسرى بطمنك ان شاء الله بتكلفة 150,000 جنيه هنعمل عملية لابنك سليم ان شاء الله لاصلاح العيوب الخلقية في الوجه والفم. الف سلامة عليه. شكرا يا استاذ عمرو، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. وانا كان نفسي، كانت امنيتي ان انا اشوف طبيعي زي بقية الاطفال. انا بشكرك جدا لانك هتحقق لي حلمي ده وهتطمني عليه، لانه انا بعاني جدا وهو بيعاني جدا. ربنا يخليك يا استاذ عمرو ويجعله في ميزان حسناتك، وربنا يطمنك عليه ان شاء الله، يوم بألف سلامه في هذه الايام المباركه. ابواب الخير دايما بالحب. معنا على تليفوننا دكتور اسلام امين، مؤسس مؤسسه الاكرام للتنميه والاعمال الخيريه، وقف النخيل الخيري، اول مشاريع الوقف الخيري التابعه لمؤسسه الاكرام الخيريه. يا ريت تكلمني يا فندم عن المشروع. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عمرو، سعيد جدا بمشاركتي في البرنامج. مشروع وقف النخيل الخيري فعلا اطلقته مؤسسه اكرام من عده سنوات، وكان نموذج رائد وملهم لكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيريه اللي بدات تنشي نفس الفكره. وبفضل الله مؤسسه اكرام كانت مؤسسه رائده. الوقف الخيري، وقف النخيل الخيري، عندنا نخله بسيطه قيمتها تقريبا 5,000 جنيه،
ال5000 جنيه دول بيتبرع بيهم المتبرع مرة واحدة بس، اللي هو خصصنا له نخلة عندنا في قلب المزرعة. النخلة دي بيتكتب عليها اسم المتبرع او اسم الشخص اللي هو عاملها بالنيابة عنه. بنبدأ نزرع النخلة ونراعيها ونهتم بيها لحد ما تبدأ تنتج عندنا في المزرعة. بتنتج نوعين من الانتاج، الانتاج الاساسي بتاع النخلة هو التمر اللي بيطلع من النخلة، وبنبدأ ناخده نبيعه كل سنة، وناخد الربيع ده ونصرفه على الابواب ومشاريع الخير. الانتاج التاني مهم جدا وما يقلش اهمية عن التمر، وهو انتاج النخلة من الفسايل اللي هي عبارة عن خلفات بتتخلف من النخلة حواليها. دي بقى مش بنبيعها، دي بناخدها ونزرعها تاني باسم المتبرع. فالمتبرع لو اتبرع معايا بنخلة النهاردة، هي السنة الجاية بقت نخلتين، السنة اللي بعدها بقى 4، السنة اللي بعدها بقى 8، السنة اللي بعدها بقى 16، بقى 32، واحنا بناخده ونزرعه باسم نفس المتبرع لنفس الاهداف. الاهداف اللي احنا كتبناها مع بعض في عقد التبرع، بنبدأ ناخد الاهداف دي هدف هدف ونشتغل عليه. من عقد التبرع بنقول انا عايز اوجه العائد بتاعي لرعاية الايتام، او اوجه العائد بتاعي لسقي الماء، او اوجه العائد بتاعي لبناء المساجد. بنعمل كده بالفعل، وبناخد العائد نصرفه في ابواب الخير اللي تم الاتفاق مع المتبرع عليها. وهو ده مشروع وقف النخيل الخيري باختصار. مشروع وقف النخيل يمتد باذن الله مئات بل الاف السنين، ويكون نموذج لكل الجمعيات تبدا تنفذه، مش بس في مصر، وفي العالم كله ان شاء الله. بشكر جدا الدكتور اسلام امين، مؤسس الاكرام للتنميه والاعمال الخيريه. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليثي. نفتح سوا أبواب الخير. نفتح سوا أبواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليثي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. معايا النهاردة سيدة المستحيل، قصة جميلة لست مليون راجل ربت ولادها من عرق جبنها، واشتغلت في الفاعل في الزراعة وفي البناء، وسوات عربيات وجرار زراعي، ومحت أمية 300 من أهل قريتها، وهي الأم المثالية على مستوى الجمهورية. معايا النهاردة بنت الإسماعيلية الجدعة الأصيلة، الست فاطمة الورواري. ست فاطمة، أنا فخور أن أنا بكلمك وسعيد بحكايتك وقصتك الجميلة. احكي لي أولا، يعني عرفيني بنفسك وعندك كم سنة. أولا مرحب بيك يا دكتور عمرو، أنا عمري دلوقتي 63 سنة. إيه اللي خلاك يا ست فاطمة توقفي تعليمك وتكملي تاني؟ والله الظروف والمجتمع حواليا، طبعا أصحابي كانوا معايا وبعد كده كملوا، فمنهم اللي كان بيقدرني ويحترمني، ومنهم اللي كان بيستهزئ ان انا ما كملتش وحاجه زي كده. بقى هم في كلياته وقربوا يخلصوا، وانا ما زلت كنت في الثانويه وسقطت سنتين واتجوزت، وبعد كده فكرت ان انا اذاكر تاني علشان اكون حاجه كويسه في المجتمع وانفع بلدي وانفع المجتمع اللي انا عايشه فيه، واولادي يفتخروا بيا وحاجات زي كده. فكانت عزيمه يعني مني ان انا اكون بذاكر واوصل لكل اللي انا عايزاه، وفعلا ربنا وفقني وحقق لي كل اللي انا عايزاه. وليه اتعلمت البنى والمحاره؟ كان عندك كام سنه وقتها؟ انا اتعلمت المباني والمحاره وانا طفله لسه عندي حوالي، يعني انا كنت في الصف السادس الابتدائي، وكنت بشتغل مع والدي. وطبعا والدي كان برضو يعني الاسره كانت متوسطه الحال او تحت المتوسط شويه، فانا يعني بصراحه كنت في ظهر والدي، انا كنت في ظهره ونسيت نفسي ان انا بنت، ونسيت نفسي ان انا طفله، على اساس ان انا اقف واساعده في تربيه 12 فرد في الـ في الـ في, الـ في البيت. فكانوا ال 12 فرد دول يعني ايه، كان عبء جامد على ابويا، كان كفير نظامي، كان بياخد 30 جنيه في الشهر ويطلع يشتغل في المباني والمحاره. فكنت انا عامل من ضمن العمال اللي هو كان بيجيبهم وبشتغل وبناوله، بس انا عندي يعني ايه حاجه كده دايما ان انا حابه ان انا اتعلم. يعني انا بشتغل بحقق، ولكن عايزه اتعلم اشوفه بيبني ازاي، بشد الخيط ازاي. احنا اتعلمنا المباني الاول في الطين، بالطينه الاول، مباني بالطينه بتاعه زمان. اتعلمت ايه من والدك يا ست فاطمه؟ طبعا والدي كان صاحب الفضل عليا، لاني انا هو كان واخدني ان انا اساعد معاه في العمال، اديله اناوله اعمله، انما انا كنت باخد بالي منه ليه ما كنش كده، وليه ما كنش انا
برمي واطلع اسئله واعمل انا بنت بس ممكن اعمل كده واكسر الروتين. يعني كان في دماغي ان انا اعمل حاجه دايما مشدوده شد الناس علشان اعرف الناس مفيش راجل مفيش ست، وانا يعني اقول لهم ان الست ممكن تعمل كل حاجه وتوافق على اي حاجه، ومش مهم ان الناس تنتقدها، ان هي ماشيه صح طالما ماشيه صح بتجيب القرش من معرقها وتصرفه يبقى له طعم له يعني حاجه كده جميله تحس بيها ان انت فعلا تعبت على القرش ده. وكان دايما الحاجات دي بتعلمنا ان احنا نتعب بس بنحط الجنيه في المكان المناسب بتاعه. اشتغلت ايه كمان غير البنا؟ والله انا اشتغلت في المحاره لان هي كانت شغله بابا وابويا برضو في المحاره وفي الطوب المباني. انا عرفت انك انت اتبرعتي باربع افدنه وبنيتي عليها مسجد ومدرسه، ليه؟ ايوه فعلا اربع افدنه تبرعت بيهم للمنفعه العامه. عملنا مسجد بالجهود الذاتيه على الارض اللي انا اتبرعت بيها. عملنا دار مناسبات لان العزبه كانت لسه منشاه جديده عملناها برضو. عملنا مدرسه فصل واحد. عملنا مصنع تحسين البيئه لتطوير الكمامه. يعني الكمامه بتيجي وبعدين العمال بفرزوها وبعدين ندورها الى او نصنعها الى سماد، حولها الى سماد عضوي ونبيعه للمزارع بالمتر. انا برضو من دايما اكون يعني نافع للمكان اللي انا فيه وغيوره غيورة جدا على المكان اللي انا فيه. عموما انا سعيد وفخور بيك جدا، ربنا يكرمك. وكل واحدة ست بترى ان هي زي الست فاطمة تكلمنا على البرنامج وتسيب لنا رسالة واحنا هنكلمها ونقول لها كتر الف خيرك. ابواب الخير دايما بالحب. معنا على التليفون دكتورة نانسي ياسر مديرة الصيدلة الاكلينيكية في مستشفى ايادي 4040. ياريت تكلميني حضرتك عن الصيدلية الاكلينيكية بعد التجديد ومدى فعاليتها في علاج الأورام في مستشفى أيادي 4040. زي حضرتك دكتور عمرو، طبعا الصيدلية الجديدة حاليا اللي بيتم فيها تجهيز العلاج الكيماوي بيكون الهواء فيها على درجة عالية من التطهير، وده لأن الوحدة التكييف المركزية بتعمل تنقية ومعالجة للهواء قبل ما يدخل الغرفة، وده بيخلي طبعا العلاج اللي بيتم تحضيره جودته عالية ومطابق للمعايير العالمية. احنا بنعمل كل ده ليه؟ لان مرضى الاورام بتكون مناعتهم ضعيفة ومعرضين للعدوى، وتجهيز العلاج بالشكل ده بيمنع انتقال اي عدوى للمرضى. الشق الثاني ان الهواء داخل الغرفة بيتم تغييره 30 مرة في الساعة الواحدة، وده بيقلل تعرض الصيادلة اللي بتحضر العلاج للكيماوي نفسه خلال فترة التحضير، فبنقلل الضرر عليه. طبعا الوحدة حاليا احنا كبرناها بقت مساحتها اكبر، وده خلانا نقدر نرفع عدد حالات الجلسات اليومي من 60 جلسة ل 80 جلسة في اليوم الواحد. اجمالي الجلسات الشهرية بيتراوح بين 1700 ل 1800 جلسة خلال ايام العام. بشكر جدا دكتورة نانسي ياسر مديرة الصيدلة الاكلينيكية في مستشفى ايادي 4040. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على اذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليس. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. معانا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. كلمني يا فندم عن استمرار دعم مستشفيات شفاء الاورمان لعلاج الاورام للكبار والاطفال في تقديم خدماتها الطبيه للمرضى في محافظات الصعيد. استاذ عمرو السلام عليكم، ازي حضرتك؟ حضرتك طبعا جبت بقى سيره مستشفى شفاء اللي سيادتك بنفسك حضرتها اكتر من 5-6 مرات، وشفت يعني بعينك وقابلت الناس اللي هناك اطفال وكبار، وشفت قد ايه المستشفى بتقدم خدماتها مجانا لكل الناس، ارقى مستوى في العالم. وانا بقول في العالم يا فندم وعلى دي الكلمه، تعال نروح سوا ونشوف مستوى شفاء الاورمان للكبار والاطفال. مستشفى الاطفال اللي فتحناه جديد يا فندم في ابهى منظر، وربنا يشفي كل مريض، ربنا يشفي كل اطفالنا، ربنا يشفي كل الكبار والصغار. ولكن المستشفى بتقول لاهل الصعيد بكام بالذات، شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الاحمر واسيوط وقنا وسوهاج والاقصر، كل ما نقول اتفضل ادي العلاج ادي الرعايه من افضل دكاتره في مصر الكامل، بل بالعكس. وده بقول لسه خبر جديد، احنا بيجي لنا دلوقتي دكاتره من جميع دول العالم بيجوا معانا، بيبعتوا ويقعدوا معانا فترات زمانه كثيره شهر وشهرين عشان نعمل احدث علاج في العالم، عشان نعمل ان شاء الله في اجهزه جايه جديده احدث اجهزه في العالم
إذا كان وحدة إن شاء رب العالمين علاج أمراض السرطان في المخ ربنا يشفي كل مريض، وأمراض جهاز السكلترون بتاع المادة المشعة. والله يا أستاذ عمرو مستشفيات شفا الأرمان بتقدم أجمل 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 حاجة، ونقول لكل أهلنا اللهم شفاء جميل وشفاء عاجل، ولكن إيدينا في إيديكم، دايما نرتقي بشفا الأرمان، دايما نقول شفا الأرمان في الأعلى، دايما نقول شفا الأرمان أحدث مادة وأحدث علاج وأحدث إقامة. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان. أبواب الخير دايما بالحب. حلقتنا خلصت. قبل ما أسيبكم عاوز أقول لكم حاجة مهمة قوي. حاول دايما تسأل نفسك السؤال ده، أعمل إيه علشان يبقى عندي حماس لعمل الخير؟ وشوف نفسك هترد على السؤال إزاي. شوف جواك هيقولك إيه، هيقولك أنت كسلان تساعد الناس، ولا بتدور على المحتاج في كل مكان، أنت فقد الرغبة ولا متحمس وعندك القدرة للخير، أنت عاوز ربنا يحبك ولا شايف ان الدنيا كل همك، انت حاسس انك اناني ولا بتحب تعمل اي عمل انساني. ولازم تعرف ان اجمل خير لما تلاقي نفسك بتخدم الناس وبتقضي حوائجهم علشان تسعد قلوبهم. اجمل خير هو اللي بيكون فيه رحمة، فيه كرم، فيه عطاء بسخاء. قولوا من اهل الخير، هتلاقوه في كل مكان. واشوفكم على خير وصحة وستر وسعادة في برنامجكم أبواب الخير. كان معكم عمرو الليسي في أبواب الخير على راديو مصر. السلام عليكم.